الحلقة 18 من تفسير جزء عامة، والحلقة الثالثة في تفسير سورة التكوير. هنبدأ النهاردة المستوى الثاني في سورة التكوير للمتخصصين والمتبحرين. ما مكان نزول سورة التكوير؟ نزلت بمكة بعد سورة المسد. إيه ترتيبها في المصحف؟ 81، عدد آياتها 29، عدد كلماتها 140 كلمة، عدد حروفها 533 حرف. طيب، في أول آية تتصدم. مرض على من يفسر إن الـ 12 علامة اللي موجودين في أول سورة التكوير 6 منهم في الدنيا و6 في الآخرة، ويقعد بقى يجيب قياسات وكلام. نرد نقول الكلام ده غلط، الـ 12 علامة كلهم في الآخرة. طب ليه الدليل؟ ايه الدليل ان الكلام كلامنا احنا صح والكلام تاني خطأ؟ ان النبي قال: من سره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين. ازاي رسول الله يوم القيامة وانت تقول لي في 6 في الدنيا؟ تاني حاجة، ان ده مقرون باحداث لا تكون الا بالاخرة. واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت، واذا الصحف نشرت، ازاي يعني 6 في الدنيا؟ ازاي تحصل حاجات في الدنيا؟ كل الحاجات دي في الآخرة. طيب، الآية الأولى فيها سؤال تاني. هم بيستدلوا على الستة اللي في الدنيا بالعشار، يقول لك إشجاب الناقة العشراء اللي ماتت في الدنيا للآخرة. إشجابها نقول له: من مات على شيء بعث عليه. دي ناقة عشراء، ماتت عشراء فبعثت عشراء زيها بالضبط، وتضع كل ذات حمل حملها. طب إيه اللي وداها، اللي وصلها الآخرة حامل؟ وصلها في الآخر أنها ماتت وهي مرضع أو هي حامل. سؤال تاني في الآية رقم الأولى: ليه لم نرجح أحد أقوال السلف ورجحنا هذا التفسير أن إذا الشمس كورت يعني الغازات بتاعتها هتنتهي وتتحول لجسم صلب؟ ليه ما خدناش تفسير للناس التانيين في التكوير؟ السبب الأول لأن القول بتاعنا احنا قول جامع لجميع تفاسير السلف. لو انت بصيت كده لتفاسير السلف ياما جدا في الآية دي، ولكنها بترجع لموضوعين: ذهاب ضوء الشمس ورميها، والمعنى التاني انها تتحول لجسم صلب. فناخد مثال، مثلا ابن عباس بيقول ذهبت كورت يعني ذهبت، وطبع الضحاك ومجاهد. أبي بن كعب بيقول ذهب ضوءها. قول الربيع بن خيثم وأبي صالح رمي بها. قول ابن جرير والصواب من القول عندنا في ذلك: التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ومنه تكوير العمامة وهو لفوها على الرأس، فكورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت ورمي بها. يبقى التفسير بتاعنا هو تفسير ابن جرير، وهو اللي جامع بينهم المعنيين، انها بتطفى وانها بتترمى بيها، جزء صلب يترمى بيه. السبب التاني اللي خلينا ناخد بالتفسير ده نص علماء الاعجاز العلمي بالقران بالادله العلميه. السبب التالت ورود ادله على انها تلقى مع القمر في النار، لحديث ابي هريره: الشمس والقمر ثوران مكوران في نار جهنم يوم القيامه. وعن انس: ان الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. النبي قال كده عن انس. طب الايه الثانيه فيها سؤال: ليه رجحنا واذا النجوم انكدرت يعني وقعت وانتصرت وطمس ضوءها، ولم نرجح قول السلف احد من اقوال السلف اللي مفسرين تفسير غير كده؟ السبب الاول لان القول بتاعنا احنا ده جامع لجميع تفاسير السلف. فالسلف اذا النجوم انكدرت قولين: القول الاول تناصرت، وهو قول الربيع بن خاسيم ومجاهد، والقول الثاني انها تغيرت، وهو قول ابن عباس من طريق ابن ابي طلحه. والقولين دول ما فيهوش بينهم تطاط، فاحنا جمعنا بينهم، قلنا تناصرت وتغيرت الاثنين مع بعض، يعني تساقطت وبعدت بعيد عننا. وده موجود في القرآن ان ربنا قال: واذا الكواكب انتصرت. فاذا تغير الضوء وانتصرت وانفكت رابطة الجاذبية بتنتصر بعيد، بتطفى وتبعد بعيد. السبب التاني لان قول جامع لجميع تفاسير اهل اللغة. لو جينا كده لتفاسير اهل اللغة،
الانقدار في اللغة معناه حاجة من الاثنين، الانصباب، الانصباب زي انكدر البازي على الغراب، يعني انكدر يعني انصب عليه، نزل عليه كده طبق عليه. والمعنى الثاني من القدرة وهو التغير، زي المية انكدرت يعني تغيرت ضوءها اختلف. فالقول بتاعنا يجمع قولين دول، يبقى قولنا جامع بين القولين في تفسير السلف وقولين أهل اللغة. طيب الآية رقم 5 فيها سؤال، ما الدليل على أن الوحوش ستحشر لتحاسب؟ وده ده تفسيرنا احنا. ولماذا لم نرجح قول الربيع ومن وافقه ان الحشر الموت، واذا الوحوش حشرت يعني ماتت؟ قلنا الكلام ده غلط. وليه قلنا على تفسير ابي بن كعب ومن وافقه ان الحشر الاختلاط، اذا الوحوش حشرت يعني اختلطت؟ قلنا الكلام ده غلط. وليه ما رجحناش تفسير قتاده؟ ليه قلنا كل التفسير دي غلط ورجحنا قول انها حشرت يعني ستحشر ولتحاسب؟ السبب الاول لان القول الوحيد الذي عليه دليل. ايه الدليل؟ قال الله تعالى وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. وعن ابن عمر قال الذباب كله في النار الا النحل. وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر قال رسول الله الذباب كله في النار الا النحل. وعن ابي هريرة ان رسول الله قال لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء التي لا قرن لها والقرناء اللي فيها قرن. السبب الثاني اللي خلانا نقول حشرت يعني جمعت لتحاسب لانه ترجيح كبار المفسرين، قول ابن عباس يحشر كل شيء حتى ذباب، وده ترجيح الامام ابن جرير، وده قول قتادة وأردفه بقول ابن عباس. طيب الآية 6 فيها سؤال، لماذا لم نرجح قول الربيع ومن وافقه إن سجرت يعني فاضت، وقلنا على قول الضحاك سجرت يعني فجرت غلط، وقلنا على قول قتادة إن سجرت يعني ذهب ماؤها غلط، ورجحنا وقول أبي بن كعب سجرت يعني أشعلت وأوقدت، ورجحناها ده بقى، رجحنا دوت وما رجحناش دول. إيه السبب؟ السبب الأول لأنه ترجيح كبار المفسرين، زي ابن عباس وزي أبي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال علي لرجل من اليهود أين جهنم؟ قال في البحر، قال ما أراه إلا صادقا والبحر المسجور. يعني البحر يوم القيامة يتحول لجهنم زي النار. السبب الثاني لأنه قول جامع لجميع تفسير أهل اللغة، حيث قالوا والسجر في لغة العرب يطلق على معاني ثلاثة مما ذكر المفسرون، الامتلاء والإيقاد واليبس. فاحنا بنقول البحر هيتملى ميه، والميه هتتحول هيحصل فيها اشتعال اندماج، وهتتملى نار. السبب الثالث لانه قول جامع لجميع تفاسير علماء الاعجاز العلمي بالانشطار النووي. خلاص. طيب الايه 7 فيها سؤال، لماذا لم نرجح قول عكرمه في طريق أبي عمرو ومن وافقه وإذا النفوس زوجت يعني بردت الأرواح إلى الأجساد، زوجت يعني كل روح جت للجسد بتاعها. ورجحنا تفسير عمر بن الخطاب زوجت يعني ألحق كل إنسان بشكله. السبب الأول لأنه ترجيح كبار المفسرين زي ابن عباس وزي الحسن وزي مجاهد. السبب الثاني أنه قول يؤيد القرآن، وأولى التأويل قال الطبري وأولى التأويلين بالصحة الذي تأوله عمر بن الخطاب، وذلك لقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، وقوله واحشروا الذين ظلموا أزواجه. طيب نقول قولي هذا ونكمل إن شاء الله الحلقة القادمة، جزاكم الله خير.